الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على حبيب مصطفى. بعد هذه وصفة طيبة مباركة لكل إنسان بيشتكي من كثرة النسيان، بيحفظ وبينسى اللي هو حفظه أساسا، ولما بيجي يذاكر ما يتذكرش أي شيء. ديت وصفة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أكل اللبان يذهب النسيان ويورث الحفظ ويقطع البلغم. وأبو بكر بن المنكدر كان كل صباح ياخذ مثقال قليل من الحبة السوداء ويخلطها بالعسل، ويقول هذا أجل ما يعالج به البلغم. وكان رضي الله عنه يقول هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم ابن عيينة عليه رحمة الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غدوة يأخذ مقدار من الحبة السوداء ويخلطه بالعسل ويقول هذا يقطع البلغم ويذهب النسيان. وعبد الملك ابن حبيب قال: اللبان يذهب البلغم، وكل ما يذهب البلغم يورث الحفظ ويذهب النسيان. دي طبعا الوصفة زي ما احنا هنشوف. أول حاجة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أدي المعلقة، بناخد معلقة من العسل زي ما احنا شايفين كده، أو المقدار اللي كل إنسان يستطيع إن هو ياكله في الصباح وياكله قبل ما ينام. خدنا دلوقتي معلقة العسل زي ما احنا شايفين، وهنيجي جايبينها كده وهنوضع عليها مقدار كده من الحبة السوداء. أدي الحفنة اللي من الحبة السوداء زي ما احنا شايفين بنفس الوضع، ونجي ايه وضعينها في الفم واكلينها كده. بسم الله. أو لينا إن احنا نمسك اللبان ونضعه في الماء الساخن هكذا هكذا، نمسك اللبان ونضعه في الماء الساخن، ونجيب مقدار من الحبة السوداء زي ما احنا شايفين كده، ونضيفها أيضا على الماء، ونخلط معاها معلقة عسل صغيرة خالص أو معلقة عسل كبيرة، لأن أنا خلطت عسل قبل كده زي ما احنا شايفين الآن، ونخلط العسل كده مع الحبة السوداء ومع اللبان وندوبهم مع بعض. بعد كده اللبان بيدوب في المية وبيصبح يعني سائل زي المية بالظبط، لأن المية سخنة واللبان اللبان الذكر هذا بيسيح مع الماء. وبعد كده سبحان الله لما يدوب نبدأ إن احنا نشربها. لو احنا بنشتكي من الرب، بنشتكي من مشكلة في الصدر، حساسية الصدر زي البلغم الشديد وبتنسى كتير، كل ما عليك انك انت تجرب الوصفة ديت. هذا وصفة كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها، وإن شاء الرحمن يذهب عنك النسيان وتكون كويس في الحفظ بتاعك. وإن شاء الله لو بتشتكي من بلغم أو رب، وربنا سبحانه وتعالى يذهبها عنك. وقول: اللهم إني فعلت ذلك الوصفة اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، وأرجو منك الشفاء، فلا شك أن ربنا سبحانه وتعالى عاش فيك. لو عجبكم المقطع دوسوا سبسكرايب، وانشروا الوصفة دي لأصحابكم، جعلها الله في ميزان حسناتكم.